سنن الفطرة مانا سنة جانا هرمات نقلون دوار وادي قلت سنن الفطرة واني تقو ينكوجي تقليم الأظافر مانا فبتو قول بدا وحلق العانة يعني الشعر الذي ينبت حول القبل للذكر والأنثى مانا نجي سنة جديد من الفطرة مانا فنبو قول ليبي لي ودو ونان دي قرق ودي بفب نعم ونتف الإبط كانوا بور ويبتقول لين ناركي كد لين ناركي النبي صلى الله عليه وسلم حد لهذه الأشياء 43 يوم لا يمكن أن تترك أكثر من 40 لابد أن تؤخذ يلونون في حلاجي لوني نلا سنسام حبني إمبري مورن كجوتي أو كجوتي دوا كبيدودة بيدادة إمورد بعد شحنة أوتين دوا ويبين قول دين شندو نعم وكذلك حف الشارب قص الشارب قرنون قال لي بصوص نوكو ينكر كوكو وكوكو دويتتي وعفاء اللحى قرنون وارنن كاجن دوغا فمبد نكوكو اتيتتي كاني والسواك ايه نجي مودون كادي ايه غوساغول والختان واجب على الذكور اما نون سنينغول نون تيدينغول غوركو دون نكوكو وادي هوره ايه وربه والله اعلم.